السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم يا مس؟ يعطيكم ألف عافية. بدي أحكي لهم معلومة إن شاء الله. رسم متوازي الأضلاع اللي هو بعد رسم المثلث بنأجله إن شاء الله لنهاية الفصل. أهم إشي عندي تعرف كيف ترسم مثلث إذا علمت أطوال أضلاعه الثلاث. إذن المطلوب منا بس رسم مثلث إذا أنا عرفت أطوال أضلاعه الثلاث فقط لا غير. أما رسم متوازي الأضلاع إن شاء الله بنأجل هذا الدرس. اليوم بدي أخذ درس التماثل. بدي أعرف إيش يعني تماثل وكم خط بقدر أرسم خط تماثل. زي ما إحنا ملاحظين هون عندي هذا غراب وعندي فراشة. هلأ إذا أنا بدي أحط خط تماثل بحيث إنه يكون الجزئين بنطبقوا على بعض، يعني إذا قسمت الغراب من النص هيك، هذا الجزء لنفترض هذا الجزء، هذا الجزء اليمين رح يكون نفسه الجزء الشمال، جزء اليمين نفسه جزء الشمال، ونفس الإشي الفراشة إذا قسمتها من النص رح يكون الجزء اليمين نفسه الجزء اليسار. رح يكون جزء اليمين نفس الجزء اليسار. هذا الخط اللي بقسم أي شكل من النص بحيث إنه القسم اليمين والقسم الشمال يكونوا زي بعض متماثلين بسميه التماثل. هذا الخط بسميه خط التماثل. خلينا نشوف هون إذا قسمتها كيف الطريقة اللي ممكن أقسم فيها هذا السهم. إذا قسمتها طولي مستحيل هذا الجزء يشبه هذا الجزء، فقسمتها بالعرض عندي هذا الجزء وهذا الجزء إذا طبقتهم على بعض بنطبقوا. إذا هون عندي خط تماثل. نفس الإشي بالشكل هون إذا رسمناها على ورقة وقصيناها وطويناها من النص بطلع عندي جزئين، هدول الجزئين بسميهم تماثل وهذا خط التماثل. نفس الاشي عندي بالرسمة هون بنلاحظ هذا المستطيل. اذا قسمت هذا المستطيل بهاي الطريقة هل هذا الجزء ينطبق على هذا الجزء؟ لا، إذا قسمته هذا الجزء ما بنطبق على هذا الجزء، إذا هذا ليس خط تماثل. إذا بدي أرسم خط تماثل يا إما بكون مستقيم بالطول أو مستقيم بالعرض. هون جربوا قسموا مستطيل وقصوا على ورقة واقسموا هيك اطوهم، هاي بتيجي هون وهاي بتيجي هون، ما بنطبقوا التنتين على بعض. شرط التماثل إنه القسم اليمين بنطبق على القسم اليسار. نشوف مع بعض. عندي مثال 2 صفحة 34، هذا المثال مهم. 2 صفحة 34 بيقول لك ما عدد خطوط التماثل للمضلعات المنتظمة وما العلاقة بين عدد الخطوط وعدد الأضلاع في المضلع المنتظم. بدي أشوف المضلعات كم خط تماثل إلها وإيش علاقتها في إيش علاقتها بعدد الأضلاع. عندي هون المثلث، إيش اسم المضلع هون؟ هذا مثلث متساوي الأضلاع، كل الأضلاع فيه متساوية، عدد أضلاعه 3، عدد خطوط التماثل يعني يا بقدر أقسمها هيك من الرأس هذا أو من الرأس هذا أو من الرأس هذا. طيب المربع عندي 4 أضلاع، كم خط تماثل؟ 4، يعني هاي 1 هاي 2 هاي 3 هاي 4. إذن عدد خطوط المربع، عدد أضلاع المربع 4، عدد خطوط التماثل 4. الخماسي بقدر أعمل من كل زاوية تماثل.
إذن المضلع الخماسي عدد أضلاع 5 وعدد خطوط التماثل 5، المضلع السداسي عدد الأضلاع 6 وعدد الخطوط 6. إذن توصلنا لمعلومة إنه عدد خطوط التماثل تساوي عدد الأضلاع. إذن في المضلع المنتظم، في المضلع المنتظم عدد خطوط التماثل تساوي عدد الأضلاع. إذن في المضلع المنتظم عدد خطوط التماثل تساوي عدد الأضلاع. مرة ثانية، النتيجة إنه في المضلع المنتظم عدد خطوط التماثل تساوي عدد أضلاع هذا المضلع. في المضلع المنتظم عدد خطوط التماثل تساوي عدد الأضلاع. هيك أنا بكون استنتجت لليوم المضلع المنتظم هو مضلع متساوية، هو أضلاعه متساوية بالقياس. المضلع المنتظم هو مضلع كل أضلاعه متساوية بالقياس. هذا المضلع عدد خطوط التماثل اللي إله حسب عدد أضلاعه. يعطيكم العافية.